برك. ورمضان كريم على الجميع. اليوم دابا غنوريكم واحد الطريقه ديال الفصاله ديال القفطان ديال العواشر صغير. دابا كلشي كيفكر في البيسات هكا البنيتات ولا دابا نوريكم الطريقه ان شاء الله كيديروا تفصلوا القفطان للبنيتات. خلوا معنا الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم واحد الطريقه ديال الفصاله ديال القفطان للبنيتات الصغار. هادي 90 سنتيم متر ما كاملش. الطول ديال القفطان هذا غيكون في 90 سنتيم. نشوف الطريقة كي غندير التوب. هاد 90 سنتيم على طولها. الجهة اللي مسدودة على القمع هنا عندني فيه غير النص. داك الجهه اللي الدوبه اللي مفتوحه غتكون غير النص في التوب متنيه. غندير له 30 في الجلايل من التحت، 21 من في الصدر. انتما شوفوا الطريقه كي غندير لهاد الفصيله، هاد الفصاله باش نخرج داك القفيطان صغير. غير 90 سنتيم في كنضرب بالمقص نخرج داك الدوفات. الدوفات القداميين نقطعهم ونخرجهم بوحدو. هانتوما كتشوفوا انا حيد داك الدوفات. الدوفات حيدتهم ونجي لداك الطرف اللي باقي مسدود. انتما كنشوف الطريقه كي غندير. الجهه اللي كتكون عريضه بزاف، عريضه شويه من التحت من الجليل، كنديرها من التحت باش تجي مع الضوفه اللي قطعت. العرض ديالي يجي هو هذاك من التحت. ها الطريقه كيفاش انا حطيت عليها الضوفه اللي محلوله، وهذاك الطرف اللي غيبقى شايط لي من ليه به غنخرج الكمام. نخرج الكميمات ديال القفيطان ديال بنيته صغير. غيكون 3 كار الكوم، غيكون 3 كار. بالنسبه للكتاف كدير داك 17 18 على 2. بحال دابا 18 كتجي 36 في الكتاف، ولا 17 كتجي 34 في الكتيفات. التركيز كندير فيه 20، التركيز ديال القفيطان صغير كندير فيه 20. ها هو التركيز ضربناه. العرض كنديرو داك 20 21، لأن غير 90 سنتيم. هادي ماشي شي قفطان كبير بزاف. احنا قطعنا القفيطان ديالنا بواحد الطريقه سهله. كتعبر الطول 90 سنتيم، دابا تما 90 سنتيم. كتعوض الكتيفات، كديرهم نازلين شوية. التركيز كدير فيها 20. كنضرب الكويل
تاهو كيكون صغير على قد القياس ديال البنت. هادوبه فصلناها، هذاك الطرف اللي بقى لي شايط من التحت هو هذا غنخرج منه الكمام، كما غيخرجو طرواكار. كما غيجيو في الطول ديالهم ديك 28 27 في الطول. كنعبر التركيز 20، كنعبر في الكومة الثانية 20، وكنقطع الكوم ديالي كما شوف الطريقة كيف كنقطع الكوم هنا. كنعبر له الطول ديالو ديال الكوم، غير طرواكر هذا ماشي يكون طويل. نخلي له في الكم، كنخلي له ديك 13 12 الكميمات هما خرجناهم 90 سنتيم. كنجي كنقيس الضربه ديال التركيز لكم مع التركيز ديال الدوفا ديال القفطان، سو ضروري يجي هو هذاك، ما يجيش زايد ولا ناقص. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ورمضان كريم على الجميع، المغرب ان شاء الله والدول العربية والمغاربة اللي مقيمين في الخارج، رمضان كريم. يلا شجعوا هذا القناة، تبارك الله عليكم.